تحياتي ليك يا كابتن هيثم، وتحياتي لضيوفك وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. مبروك طبعا فوز مهم ومريح للنادي الأهلي في دور الثمانية على فريق ريد ستارز الإيفواري، والتأهل لدور الأربعة من بطولة الأفريقية الهامة جدا، ونتمنى أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة. لكن عقب هذا الفوز الكبير، معايا في هذه اللحظات كابتن إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني. إبراهيم طبعا برحب بك في البداية وببارك لك على الفوز النهاردة، فوز كبير ومريح على فريق ريد ستارز. شفتوا المباراة ازاي؟ تعاملتوا خلالها ازاي؟ خصوصا هي كانت مباراة صعبة، خصوصا ان هي في دور طبعا الثمانية قبل النهائي. بعد دور الثمانية ان شاء الله وصلنا خلاص دور قبل النهائي من هذه البطولة. والله هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في الاول الحمد لله على الفوز دوت. بشكر كل اللعيبة وبشكر الجهاز الفني وبشكر كل الناس اللي ساندتنا النهاردة. ماتش صعب طبعا، دور الثمانية دايما في بطولة افريقيا احنا متعودين يبقى فيه مفاجآت، زي المفاجأة اللي حصل النهاردة، جي اس كي كسبت سبورتنج. فاحنا نزلنا من اول جامد، لعبنا جامد عشان ما يحصلش المفاجآت، لان احنا يعني في كذا بطوله قبل كده احنا متعودين على مشاكل بطولات افريقيا بيحصل مفاجاه دايما في دور الثمانيه. ممكن الماتش بيبقى سهل، بس هو صعوبته في ان انت دور الثمانيه ممكن اي فرقه افريقيه تخطف ماتش من الاول، تبقى طبعا صعب جدا انت تلعب تجاري اي فرقه افريقيه لو انت ماشي معاها جون بجون، بتنزل من اول ماتش بتكسب فرق سكور بيريحك، بعد كده الماتش كله بيبقى مريح زي الماتش النهارده كده. قول لي، بعد خساره بطوله السوبر يمكن يعني اكيد نفسيا كنتوا متضايقين شويه، خصوصا ان احنا قريبين جدا في هذه البطوله كنا ممكن نحققها بمنتهى السهوله، لكن التوفيق او عدم التوفيق اللي ما حالفناش في هذه المباراه اثر علينا في البطوله. لكن من الناحيه النفسيه اكيد انت تعاملتوا كلاعيبه وكجهاز فني ان التركيز خلاص في ما هو قادم، ودي عاده النادي الاهلي دائما. اكيد طبعا ماتش سوبر كان ماتش مهم جدا، لعبناه السنه اللي فاتت برده كان زي ما بيقولوا ماتش الموسم، السنه اللي فاتت كسبنا كان التوفيق معانا ربنا كرمنا، السنه دي لعبنا كويس جدا بس التوفيق ما كانش موجود معانا، ضيعنا كذا كوره في العارضه، فبنحاول على قد ما نقدر طبعا مش هننساه، بس على قد ما نقدر واحده واحده بنخرج من المود بتاع ماتش السوبر. ان شاء الله ربنا يكرمنا، واخدين خطوه بخطوه نكسب بطوله افريقيا باذن الله. عندنا ماتش سيمي فاينال مع اوداد سماره، وبعد كده هنلعب الكسبان من جي اس كي والاتحاد الليبي. ماتش طبعا هيبقى صعب، اوداد سماره ماتش صعب والماتش الفاينال هيبقى صعب، واخدين خطوه خطوه خالص بطوله افريقيا، ربنا يكرمنا ان شاء الله نخش على الدوري. عندنا مجمعه بعديها بثلاث اربع ايام، مفيش وقت، نكسب ماتشات المجمعه ان شاء الله ناخد الدوري، بعد كده عندنا الكاس، فاحنا واخدين خطوه بخطوه ان شاء الله. في اي ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع احد نجوم النادي الاهلي منتخبنا الوطني طبعا ابراهيم المصري، لكن لسه مستمر معاك يا كابتن هيثم، ومعايا في هذه اللحظات كابتن محمد عادل المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن محمد برحب بيك في البدايه وببارك لك على المباراه والفوز النهارده، لكن عايز اخد تقييمك لاداء اللاعبين. لا والله الحمد لله الولاده يعني عندنا استوعبوا الدرس بتاع مباراه سبورتنج اللي قبلينا، حسوا انه احنا لازم نتعامل المباراه من الاول بجديه، خدوا المباراه من الاول بجديه وكانوا كويسين جدا وكلهم كانوا متفوقين على نفسهم، والحمد لله المباراه عدت بسهوله. يعني كنت متوقعين المباراه في دور الثمانيه تبقى بالسهوله دي ويبقى فرق السكور واسع كده زي ما شفنا النهارده؟ بص حضرتك، هو اهم حاجه اداء اللعيبه بتاعتنا هو اللي يخلي المباراه سهله او المباراه صعبه. يعني المباراه اللي كانت قبلينا مباراه سبورتنج مع جي اس كي، لو سبورتنج النهارده في حالتهم الطبيعيه اعتقد ان هم كانوا هيعدوا المباراه بسهوله، لكن هم ما تعاملوش من الاول المباراه بجديه مع المباراه كانت فيه مشكله. النهارده احنا نزلنا ادينا المباراه بجديه من الاول والحمد لله المباراه كانت كويسه سهله. انتوا كجهاز فني، وانا بصر ان انا يعني اسال السؤال ده، والتعامل نفسيا مع اللاعبين عقب خساره مباراه السوبر، كان كلامكم ايه مع اللاعبين خصوصا ان بعد مباراه السوبر دخلنا في بطوله مهمه جدا وهي بطوله افريقيا؟ والله احنا اولا طبعا يعني احنا كنا شايفين اللعيبه عملت ادت العاليه، بس قابلنا سوء توفيق في بعض الكور خاصه في نهايه المباراه. احنا اتفرجنا على مباراه الزمالك تاني والناس كلها شافت الاخطاء بتاعتها، في اصرار من اللعيبه ان هم يصالحوا مجلس اداره النادي الاهلي اللي ما قصرش معانا طول الفتره اللي فاتت، يصالحوا جماهير النادي الاهلي، يصالحوا نفسهم لان هم تعبوا وبذلوا مجهود الفتره اللي فاتت، بس يعني قدر الله ما شاء فعل عن مباراه السوبر، ربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله دي باذن الله ونقدر نعوض المباراه. مباراه وداد سماره فريق قوي وصعب، شايف المباراه دي ازاي وهتستعدوا لها ازاي؟ لا طبعا فريق وداد سماره تقريبا هو يعتبر منتخب المغرب. النهارده ان شاء الله بالليل هنقعد نتكلم في نشوف الفيديو بتاع مباراه النهارده اللي كانوا بيلعبوها مع فرقه فاب، وندرس نقط القوه والضعف الفريق. ان شاء الله بكره عندنا تمرين يستعد بيها ان شاء الله قبل النهائي امام وداد سماره ان شاء الله. توفيق يا كابتن. شكرا، ربنا يخليك. لسه مستمر معاك يا كابتن هيثم، ومعايا حارس مرمى النادي الاهلي كابتن محمد الطيار. محمد طبعا برحب بيك وببارك لك على الفوز النهارده، ومباراه يمكن كانت سهله نسبيا، لكن رؤيتكم الفنيه للمباراه دي شايفينها ازاي؟ احنا طبعا الحمد لله الاول حاجه على المكسب يعني الكويس دوت، وكل مكسب احنا بنعدي بيه بناخد ثقه اكبر،
وبنروح ناحية البطولة أكتر. كل ماتش من دول ممكن يبقى في وجهة نظر الناس الموضوع ماتش سهل شوية أو كده، بس لا، احنا كل ماتش بالنسبة لنا خطوة تانية، وكل ماتش بالنسبة لنا بطولة عشان نوري الناس كلها مين كرة اليد في النادي الأهلي، ونعرف الناس كلها ان النادي الأهلي موجود ولسه زي ما هو على عرش أفريقيا. الجمهور وحضور الجمهور ومؤازرته للفريق على مدار البطولة أكيد ده شيء مميز بالنسبة لكم ومهم، بيديكوا دافع كبير جدا للمباراة. والله احنا كفريق يعني احنا الجمهور ده بالنسبة لنا أهم دافع في الدنيا، هو اللي بيفوقنا لما بيحصل لنا دروب أو حاجة، هو اللي على طول في ظهرنا. وطبعا عشان يعني عشان الجمهور عشان الكلام ده احنا بنعمل كل حاجة وبنموت نفسنا عشان نثبت للناس ديت ان احنا قد المكان اللي احنا بنلعب فيه وقد النادي الأهلي. نتمنى التوفيق ان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وايضا معايا في هذه اللحظات احد نجوم النادي الاهلي كابتن محمد عبد الوارث. ابو حميد برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده، ومباراه كانت كبيره واداء جيد النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فوز النهارده حاجه كويسه لينا، ترفع معنويات الفريق، يعتبر كتدريب لينا دور سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله. فريق النهارده عمل كل اللي عنده الحمد لله، قدر يظهر بمستوى كويس. فريق ديد ستار فريق محترم، امكانياته محدوده بس بيعرفوا يلعبوا هاندبول زي ما بنقول. دي كانت حاجه كويسه لينا ان احنا نقدر يعني نبدا نظبط حاجات كده، نقط عندنا بتبقى ناقصه، حاجات نقط ضعف عندنا بنقدر نظبطها كتمرين كاللعيبه، دي حاجه كويسه لينا يعني. انتوا متوقعين سهوله المباراه النهارده، وخصوصا ان احنا بنلعب في دور الثمانيه، فاكيد مع توالي الادوار في البطوله الامور بتبقى اصعب شويه. والله انا بالنسبه لينا كفريق احنا ما عندناش حاجه اسمها سهله وحاجه اسمها صعبه، احنا لازم ندي احترامنا للفريق اللي قدامنا اذا كان مستواه عالي ولا مش عالي، هي دي اللي بتفرق. قدرت تدي للفرقه اللي قدامك احترامها، دي حاجه هو ده اللي بيبان زي ما بان النهارده في الماتش. بعكس نادي سبورتنج النهارده كان مفاجاه بالنسبه لنا ان هم يخرجوا، دي انا شايفها من وجهه نظري ان هم ما ادوش للفريق احترامه، ودي الحاجه دي اول حاجه احنا اتكلمنا فيها قبل المباراه ان احنا لازم ندي الفريق قدامنا ده احترامه كويس جدا. فريق بيلعب هاندبول ان هو يقدر ان هو يلعب في دور الثمانيه، من حقه ان هو يصعد زي ما من حقنا احنا كمان نصعد، والاقوى والتركيزه عالي بيبقى في المباراه هو اللي بيحقق الفوز يعني. التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. ميرسي جدا. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن محمد عبد الوارث، طبعا احد نجوم النادي الاهلي، لكن ايضا معانا احد نجوم النادي الاهلي النهارده كابتن محمود. برحب بيك في البدايه، ومباراه يمكن كانت جيده مستوى الاداء مستوى الفني بالنسبه للنادي الاهلي، وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لك انت عملت مباراه كبيره جدا. ربنا يخليك. شكرا. هو والله هو ده المستوى المنتظر من فرقتنا من اول ماتش لحد الماتش النهائي ان شاء الله لما نتوج بالكاس. المباراة القادمة في دور الأربعة مع فريق وداد سمارة الفريق المغربي، وأكيد مباراة هتبقى أصعب من مباراة النهاردة، شايفينها إزاي وخصوصا أنتوا أكيد تابعتوا هذا الفريق على مدار البطولة؟ أكيد فريق وداد سمارة فريق يحترم، أي فرقة بتوصل للمرحلة دي من البطولة يبقى أكيد فريق لازم يتعمل حسابه ويبقى فريق كويس جدا، فنياته كويسة، فهنستعد لهم بطريقتنا المعتادة بطريقة خاصة مع كابتن عاصم ومع بقية اللاعبين، وإن شاء الله هنكون جاهزين للمباراة. البطولة دي بالنسبة لكم تعويض عن خسارة بطولة السوبر، وطبعا جمهور النادي الأهلي اللي بيأذركم على مدار البطولة بشكل كبير، هتهدوا إن شاء الله هذه البطولة اليوم؟ أكيد طبعا أكيد. الجمهور كان سند كبير جدا لينا طول السنة، أكيد عايزين نعوضهم عن خسارة البطولة دي، وأكيد ما نسيناش برضو خسارة بطولة أفريقيا في أول السيزون، فإن شاء الله هيكون ده بداية رد الاعتبار لينا، وهيبقى في تكملة إن شاء الله للانتصارات بالفوز بالدوري والكاس بإذن الله. توفيق إن شاء الله. ربنا يخليك. طبعا كان لقائنا مع كابتن محمود زكي احد نجوم النادي الاهلي، اللي يمكن قدم مباراه اكثر من رائعه النهارده بعد فوز النادي الاهلي على فريق ريد ستارز الايفواري. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المقبله، مباراه بعد غد ان شاء الله امام فريق وداد سماره المغربي، ان شاء الله النادي الاهلي يتالق خلال هذه المباراه ويقدر يفوز ومن ثم التاهل لنهائي هذه البطوله وتحقيقها ان شاء الله، عشان طبعا يتم اسعاد كل جمهور النادي الاهلي المنتظر هذه البطوله. كابتن هيثم عوده ليك لو في اي استفسار. الزميل امير هشام شكرا جزيرة ليك لقاءات.